الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب. خطر على بالي أن أسمي حلقة اليوم نقطة نظام. لماذا هذا العنوان؟ لأني سأتحدث عن نقطتين أو قضيتين منهجيتين، وليست من الأمور الفرعية في الحقيقة، إنما يهمنا في هاتين القضيتين اللتين سأعرض لهما في حلقة اليوم، يهمنا المنهج وطريقة التعامل وطريقة السلوك العقدي والشرعي في هاتين القضيتين. أيها الأحباب، كما تعلمون أنه في الآونة الأخيرة، في الأيام الأخيرة، لحقت بربها كاتبة إشكالية، هي الطبيبة نوال السعداوي المصرية. والصحيح أنه ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالترحم عليها وبالدعاء عليها بالجحيم وبالنار وبعظائم الأمور والعياذ بالله. هذه المرأة كانت امرأة جدلية في حياتها، وأورثت الناس الجدل بعد موتها. من هي نوال السعداوي؟ نوال السعداوي طبيبة عاشت 90 عاماً وهي تحارب الإسلام. هذا توصيف يعني لا علاقة له لا بحب ولا بكره، توصيف حقيقي واقعي لا تنكره لو كانت على قيد الحياة وكنا أمامها، بل عشرات المقابلات أجرتها في التلفزيون وفي الصحافة تهاجم الإسلام، وتهاجم لا أقول سورا في القرآن، بل تهاجم الكعبة والطواف بالكعبة، وهي التي عدت الطواف بالكعبة مظهرا من مظاهر الصنمية، وقالت أنتوا يا المسلمين بتعبدوا أصنام وأنتوا بتطوفوا بالكعبة. هذا ما كانت عليه نوال السعداوي. نجد أن بعض الإخوة يعني عندما سمعوا بوفاتها قالوا إلى جهنم وبئس المصير، فانبرى لهم مجموعة من الشباب والصبايا: يا أخي أنت مش أرحم من الله، يا أخي أفضت إلى رب كريم، يا أخي كانت امرأة مبدعة وكانت صاحبة رأي. القضية فعلا هنا قضية منهجية، وأنا أقلب الحقيقة في أوراق وفي وسائل التواصل، وجدت كلاما جميلا جدا من سبط ابن بنت الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، الشامي نزيل مكة المكرمة والمتوفى بها. الشيخ علي الطنطاوي من لا يعرفه خاصة من جيلنا؟ الشيخ علي الطنطاوي القاضي، الأديب، الأريب، الكاتب، العذب، العالم، الجهبذ، أستاذ جيل بأكمله الشيخ علي الطنطاوي. في الحقيقة علق على مثل هذه الأمور، وكيف أن الناس تذهب بعيدا وهي تطلب الرحمة لمن لم يكن يريدها. سبط الشيخ علي الطنطاوي الدكتور مؤمن مأمون ديرانية، زميلنا وأخونا ويعني صديقنا العزيز. هذا الرجل يكتب على صفحته إنه أجاب الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه ذات يوم على سؤالي الناس عن بعض المحسنين من غير المسلمين أو من العصاة، أنا بدي أزيد، هل ينالون ثوابا أو يدخلون الجنة جزاء إحسانهم؟ هذا واحد كافر، وديروا بالكم، وسآتي أنا إلى الكلام هذا إن شاء الله بالتفصيل. إخواننا، الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة، الذي يعترض على الطواف بالكعبة أنكر معلوما من الدين بالضرورة. واحد ما بيصلي بيقول لك الله يتوب علينا والله إني مقصر، هذا مسلم، هذا مسلم عند جمهور الفقهاء.
لكن واحد بيقول لك ايش هالصلاه يا زلمه، انتم عقلكم قليل، حاطين عقلكم بالصلاه، هذا كفر، هذا كفر، لانه ينكر معلوما من الدين بالضروره. ونحن لا نملك صكوك غفران، انما نفعل نصوص الشريعه. هناك كليات لا يسع احدا ان يتجاوزها. ولذلك انا بتحدث عن نقطه نظام، بتحدث عن أصول مرعية في شريعتنا، رضيت أم أبيت، هذا هو ديننا، هذا هو ديننا الذي نبينه للناس فرضا علينا. شوف الشيخ شو أجاب هؤلاء المحسنون الذين لم يكونوا يراعوا لله حقا ولا لدين الله واجبا، فأجاب الشيخ علي الطنطاوي بأن كلا يحصل على ما يطلبه ويسعى إليه، وهؤلاء لم يطلبوا ثوابا ولا جنة، بل طلبوا جزاء الدنيا والثناء والذكر الطيب فحصلوا عليه. والمسلم يطلب ثواب الآخرة وجزاءها فيناله إن أحسن وأخلص في طلبه. معنى كلام الشيخ إنه هذا الإنسان الذي كان يوصف بأن له رأيا حرا، هذا الإنسان حينما أنكر معلوما من الدين بالضرورة، حينما عاد الله ورسوله، كان يريد أن يلبي طموحات وتشوفات أمثاله من الذين لا يقيمون وزنا لرب ولا لدين ولا لنبي ولا لحياة آخرة، ولم يفكروا فيها. فهؤلاء يأخذون أجرهم في الدنيا بثناء أمثالهم عليهم، بثناء أمثالهم عليهم. هو أصلا لم يكن يفكر في الآخرة، بل على العكس كان يجادلنا في الصلاة ويجادلنا في الصيام. من هؤلاء وأمثال هؤلاء من أنكروا فرضية الصيام، ونحن مقبلون إن شاء الله على خير على شهر رمضان، من هؤلاء من أنكروا وجوب صلاة الظهر والعصر بدعوى أنه نذكر الله غدوة وعشية، والعشية يعني المغرب، ولذلك قالوا ما في لا صلاة ظهر ولا، وأنكروا معلوما من الدين بالضرورة. من هؤلاء من ضربوا بالسنة عرض الحائط فقالوا نحن قرآنيون لا نؤمن بشيء اسمه سنة. إذن هؤلاء صنفوا أنفسهم مع جماعة المعادين لله ولرسوله، ولم يفكروا في الآخرة أصلا، ولم يرصد أنهم تحدثوا عن الآخرة على سبيل الإيمان بها والإقرار بشأنها واعتبارها جزءا من عقيدة المسلم لا يدخل الجنة إلا بها، لم يذكر على لسانهم شيء من ذلك. يعني أتريدون أن تكونوا ملوكا أكثر من الملك كما يقول المثل؟ هذا الإنسان اللي بيقول لك إنه دينك غلط، والإنسان اللي بيقول لك الإسلام ظلم المرأة، والإنسان اللي بيقول لك الصلاة ليست ضرورية، والإنسان اللي بيقول لك تصدق لك بقرشين على فقير أفيد لك من كل الصيام، هذا الإنسان كيف يمكن أن تترحم عليه، وكيف يمكن أن تعتبره من ولذلك هذه العبارة والله لا يجوز على الميت إلا الرحمة، هذه تذكر كأنها مسلمة أو حتى كأنها آية أو حديث. ومن قال لك إنه لا يجوز على الميت إلا الرحمة؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت جنازة فسأل عن صاحبها فأثنوا عليه قال وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فسأل عن صاحبها فذموه فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم عن على الأول فوجبت له الجنة، وأثنيتم وقدحتم في الثاني فوجبت له النار، لأن هؤلاء صحابة، هؤلاء. وهكذا والعلماء والمستنيرون بنور الله عز وجل هم أتباع الصحابة وأحفاد الصحابة. هؤلاء العلماء إذا قالوا إن فلان في عقيدته دخن لا يمكن أن يدخل الجنة إلا أن يصلح هذا الدخن، هذا كلام علماء وليس كلام ناس يعني أصحاب هوى ولا هواه على الإطلاق.
ومفاد كلام شيخنا الشيخ علي الطنطاوي أنه كل يعطى ما طلب. هؤلاء طلبوا الدنيا ولم يطلبوا الآخرة ولم يفكروا فيها، فأنت بدك تعطيه الآخرة غصبا عنه؟ لا يا أخي، لا يا أخي. هل يصح أن نصل أو نبر من يحارب الله ورسوله؟ كيف؟ كيف هو ينصب نفسه ضد الله وضد رسوله صلى الله عليه وسلم فتصله بالترحم عليه؟ كيف؟ إذن أنت تتعامل بمشاعرك وعواطفك ولا تنطلق من النصوص الشرعية. يقول لك اذكروا محاسن موتاكم، رحم الله الشيخ عبد الحميد كشك حينما قالوا اذكروا محاسن موتاكم، سألهم سؤال بسيط وبريء، قال لهم وهل هو من موتانا؟ وهل هو من موتانا؟ ولا يكفر فيعد من غير موتى المسلمين إلا من استحل أمرا حراما بنصوص شرعية. من استحل دماء المسلمين مثلا، من قتل الناس وهو يرى أنهم مستحقون للقتل لمجرد أنهم قالوا له أنت طاغية أنت ظالم فقتلهم وأحرقهم بالنار، هذا كافر لا 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 علاقة له بالإسلام. وأنا ما نسيت نفسي ولست من جماعة التكفير ولا من جماعة الهجرة، أنا طالب علم، أنا طالب علم أطبق أصول التشريع أصول الفقه الإسلامي في مثل هؤلاء. ولذلك أيها الإخوة اذكروا محاسن موتاكم حينما يكونون من موتاكم، حين يكون مسلما وله حسنات وله سيئات، فنحن مطالبون أن نذكر حسناته لنتذكرها فنترحم عليه، وأن نستر سيئاته وندعو له بالتوبة. اللهم أليس من أدعية صلاة الجنازة اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أنت الغني عن عذابه وعذابنا فعافه اللهم وعافنا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذه أدعية لأنك تدعو لأخيك المسلم الذي ينبغي أن يكون عاصيا، لأنه هكذا الإنسان، الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى ولكنه يعصي الله فيتوب، يعصي الله وهو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إذا استطاع إليه سبيلا، هو يعصي وهو يؤمن إيمانا جازبا جازما بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هذا على خير، هذا على خير وهو أخونا ونحن مأمورون أن نذكر محاسنه وأن نستبعد مساوئه رحمة به وتنزيلا لهذه الرحمة عليه. فالحقيقة يعني إحسان الناس هو كتابة بقلم الحق لما عليه الميت. الحقيقة هؤلاء فعلا حينما تنظر إلى أعمالهم وتنظر إلى موضوع والله تكفير الناس، ويا أخي وفي والله كاتب أنا أحبه وأجله وأحترمه، أمس قرأت له مقالا بيقول يا عمي إن الله غفور رحيم وأنتوا مش رب العالمين حتى تحاسبوا الناس. من قال إننا رب العالمين حتى نحاسب الناس؟ إنما نحاسب الناس بحساب رب العالمين ومقاييسه. تعال أقول لك، ألم يقل الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام؟ ألم يقل عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم أيما يهودي أو نصراني سمع بما جئت به ولم يؤمن إلا أدخله الله النار؟ هذه نصوص يا سيدي، هذه نصوص شرعية لا نملك أن نجامل فيها، ونحن لسنا بغاة فتنة لا سمح الله، ونحن نؤمن بقول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نحن لسنا معنيين في أن نستثير عش الدبابير ولا منقول أمام أهله إنه هذا رايح جهنم ولا
أبدا، ليس مطلوبا منا هذا، لكن مطلوب من كل الناس، من كل المفكرين، من كل طلبة العلم، من كل المثقفين، أن يقفوا عند حدود قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا مجاملة مطلقا في حدود ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم على الناس يحتاج إلى علم شرعي، ليس للاستهداف ولكن لبيان الحقيقة. فنحن ابتداء لا نبدأ أحدا بإساءة، لأنه لا إكراه في الدين، ولأن الله النبي عليه الصلاة والسلام ورب العزة والجلال نهانا عن أن نبدأ المشركين بالشتم، للآية التي سقتها قبل قليل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حتى اللي بسجد للصنم لا تقول له يلعن أبو صنمك أمامه، لأنه ممكن يشتم إلهك الحق، فأنت مطالب بأن تكون حكيما في هذا الخطاب. لا نقبل إساءة أحد لله ورسوله ولا نجامل في ذلك، بل علينا. وأنا أقول لكم، كثير من هؤلاء انتشرت الفيديوهات لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصار كثير من الناس أتباعا لهم. أنا ما أدري إذا كان واحد يقول إنه ما في صلاة ظهر ولا في صلاة عصر، كيف يمكن أن أحسبه على المسلمين؟ ينكر صلاتي الظهر والعصر، واحد ينكر الجهاد، واحد ينكر الزكاة، واحد ينكر هذه المعلومات من الدين بالضرورة، هذه الأركان، ينكر هذه الأركان ثم تدافع عنه؟ والله بخاف على إسلامك وبخاف على إيمانك. ولا نقبل أن يتكلم أحد في هذا الأمر بفهمه الخاص، فإنما هو فهم ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حدود المسألة، فينبغي أن نتقيد بها، ونسأل الله أن يعلمنا. تعالوا إلى استراحة قصيرة ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب ونقطة نظام. النقطة الثانية الحقيقة والأخيرة في هذه الحلقة، ليلة النصف من شعبان، وتعالوا أنا صريح كما علمتكم. اللي عليه مسحة سلفية بيقول لك هذه بدعة، والبدعة ضلالة، وما في شيء ثابت في ليلة النصف من شعبان، واتركك من سواليف العجايز. واللي عليه مسحة صوفية بيقول لك يا عمي الأئمة الأربعة في كتبهم ذكروا ليلة النصف من شعبان، وتحدثوا عن الطاعة فيها، وعن تجلي رب العزة والجلال على عباده ليلتها. طيب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نهرع نحن طلبة العلم الشرعي إلى ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذبحنا الاتجاه نحو التفريط مرة ونحو الإفراط مرة، وأنا مش راح أتفهمن عليكم، ولا راح أحول الكلام إلى سفسطة ونقل روايات كثيرة. أنا أمامي دراسة كاملة من 16 صفحة، هذه دراسة كاملة من 16 صفحة للباحث الدكتور محمد ميسر المراد جزاه الله خيرا. هذه الدراسة فيها صدق، فيها الأحاديث الضعيفة العديدة التي تتحدث عن الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وفيها الأحاديث الصحيحة. وأنا قبل الاطلاع على هذه النسخة في الحقيقة كان لي تحضيري الخاص، فوجدت، اسمعوني جزاكم الله خيرا، وجدت أن ابن تيمية وهو رمز إخواننا الذين يعنون بالحركة السلفية جزاهم الله خيرا، وهم على رأسي وعيني، والإمام ابن تيمية على رأسي وعيني، وكل مسلم يشهد لله بالوحدانية ويريد الصواب هو على رأسي وعيني كذلك، وأنا خادم للجميع، أنا خادم للجميع. انظروا أيها الإخوة،
نعم، ما يرهقنا هو الذهاب ذات اليمين وذات اليسار. ورحم الله الشيخ شبت الحمد الذي كنا نأخذ التفسير عليه في الحرم النبوي لما كنا طلاب علم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كان يقرأ علينا كثيرا الشطر اللي بيقول: كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا إلى أقصى اليسار ولا إلى أقصى اليمين. الحقيقة الأصل هو القصد والاعتدال، مو الحل الوسط، لا، القصد والاعتدال والذهاب مع الدليل والانتصار للحق في ظل الدليل. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، انظروا، نحن نقترب الحقيقة من ليلة النصف من شعبان، وربما إذا بثت الحلقة إعادة نكون قد تجاوزنا ليلة النص من شعبان، أما عندما تبث الحلقة لأول مرة بنكون ليلتها مقدمين على النصف من شعبان. هناك حديثان وأقوال للعلماء تثبت فضيلة ليلة النصف من شعبان، وهي صحيحة، وهي كلها صحيحة. فما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، يمهلهم ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، حتى يتركوه. رواه الطبراني، وقد حسن المحدثون هذا الحديث، يعني أعطوه رتبة الحسن، فهو ليس ضعيفا. أعيد الحديث شوي: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يتركوا حقدهم. إذن هذه فضيلة ثابتة لليلة النصف من شعبان، فما أجمل أن تغتنم، فما أجمل أن تغتنم. خذ الحديث الآخر عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اجعلنا ممن شئت أن تغفر لهم، اللهم اجعلنا ممن شئت أن تغفر لهم. إذن فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك، لأنه مستثنى من المغفرة، أو مشاح يعني مخاصم لغيره. رواه ابن ماجة وابن حبان عن معاذ بن جبل كذلك رضي الله تعالى عنه. إذن هذان حديثان صحيحان في الباب. اسمع يا سيدي، قال عطاء، وعطاء هذا العالم الجهبذ، قال عطاء بن يسار: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، اسمع، يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لمشرك أو مشاجر أو قاطع رحم. وكلام عطاء بن يسار هو فهم صحيح دقيق للنصوص الصريحة الصحيحة التي تذكر فضيلة هذا الشهر. في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله وفي مجموع الفتاوى يعقد مسألة الإمام ابن تيمية، يعقد مسألة في فتاواه فيقول: مسألة في صلاة نصف شعبان، يعني بده يبحث مشروعية الصلاة في ليلة النصف من شعبان. ماذا يقول؟ الجواب: إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة، يعني ليست جماعة المسجد،
يعني ليست جماعة المسجد، إنما جماعة خاصة في منتدى، في بيت، في الفلا إذا كان الجو جميل، أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف، فهو أحسن. شايف؟ أحسن أن يصلي في جماعة خاصة. وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على 100 ركعة بقراءة 1000 مرة يعني قل هو الله أحد، فهذا بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة. خلينا الفوكس على هاي، على الصلاة. إذا نظر الإمام ابن تيمية إلى الصلاة ليلة النصف من شعبان أن تصلي وحدك أو تصلي في جماعة خاصة، وهو أحسن كما يقول، وهو أحسن كما كان يفعل طوائف من السلف. إذن هي فعل السلف، إذن هي فعل السلف، فهو أحسن. وأما الاجتماع في المساجد على صلاة كذا 100 ركعة أو غيره فهذا لم يرد. قال وفي مجموع الفتاوى كذلك لابن تيمية نفسه. وأما ليلة النصف فقد روي في فضلها أحاديث وآثار، ونقل، اسمع اسمع، ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها، فصلاة الرجل وحده فيها قد تقدمه فيه سلف، فصلاة الرجل وحده فيها قد تقدمه فيها سلف، يعني إن كنت تريد أن تصليها وحدك فقد فعل قبلك السلف، وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا، وله فيها حجة فلا ينكر مثل هذا. الحقيقة في البحث الذي يتكون من 16 أو من 16 صفحة لأخينا الدكتور محمد ميسر المراد، ينقل عن المذاهب الأربعة، وأرجو دقة الانتباه، ينقل عن المذاهب الأربعة قولهم بأفضلية إحياء ليلة 15 من شعبان، النصف من شعبان، ويقول إن إحياء ليلة النصف من شعبان تتفرد عن غيرها من الليالي، فلئن، اسمع أرجو دقة الانتباه، أرجو دقة الانتباه، فلئن ذكر أن الله عز وجل يتجلى على عباده في الثلث الأخير من كل ليلة فيتنزل عليهم ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، قال فإن ليلة النصف من شعبان تفضل كل ليلة يتنزل الله فيها بالثلث الأخير، لأن الله يتجلى في ليلة النصف من شعبان الليلة سائرها وليس ثلثها كما هي العادة في كل ليلة، بل ولذلك هذا يفهم منه كيف يقول العلماء إنه ليلة النصف من شعبان تأتي بعد فضيلة ليالي رمضان، تأتي بعد فضيلة ليالي رمضان. وفعلا أنا وجدت أن الأئمة الأربعة تحدثوا عن صلاة أهل السلف، علماء السلف في مثل هذه الليلة، نقلوا ذلك عنهم وقالوا صحيح أن هناك كثيرا من الأحاديث الضعيفة في الموضع، مع أنه نحن سبقنا وذكرنا حديثين صحيحين لا غبار عليهما، لكن هناك ثمة أحاديث كثيرة ضعيفة، وعلماؤنا شطر كبير من علمائنا يقرر أن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، ولذلك السلف الصالح امتثلوا في هذه الليلة لمزيد من العبادة، والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد جميعهم تحدثوا عن فضيلة هذه الليلة وحضوا على قيامها. الأئمة الأربعة أهل الهدى وأهل التقى رحمة الله عليهم جميعهم تحدثوا عن فضيلة هذه الليلة. وأخي يشير إنه ما بقي إلا دقيقة، لكن تعالوا أقول لكم، يعني في قول الإمام أحمد والإمام ابن تيمية غنية
لمن يجادلنا في هذا الأمر؟ أنتم حريصون، أنتم تنهوننا عن التقليد، وجل أمركم أنكم تقلدون الإمام أحمد وتقلدون ابن تيمية، وهذا شيء طيب نشكركم عليه، نشكركم عليه، لكن لا تقولوا لا للتقليد، لأن آراءكم جلها مأخوذة إما من مذهب الإمام أحمد أو من مذهب الإمام ابن تيمية، وعفارم عليكم. لكن التضييق على الناس لا يجوز البتة، خصوصا في العبادات النافلة، العبادات النافلة التي لم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من جنس العبادة، وهي أمر يصنف تحت النوافل التي لا يلتزم فيها بعدد. ومن أقوال الحنابلة، وقال ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس في فضلها وتعظيمها. وثم بلود شوي بيقول: وروي أنهم أخذوها من الإسرائيليات. الحقيقة لم يأخذوها من الإسرائيليات، إنما أخذوها من فعل من قبلهم، ومن الآثار الصحيحة الموجودة، ومن جملة الآثار الضعيفة التي يؤخذ بمثلها في فضائل الأعمال. أرجو الله أن أكون بينت شيئا من الإبانة في هذه المسألة. كذلك إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.